اليوم الحمد لله تم رفع اللواء الأزرق لمارينا طنجة. هذا اللواء اللي حنا حقا معتزين وفاخرون به يمثل واحد الثمرة ديال الجهود اللي كانت منذ انطلاق المشروع اللي كان عطى جلالة الملك نصره الله الانطلاقة ديالو في 2010، والآن يعني الثمرة ديالو سواء من خلال الإنجاز أو من خلال الاستغلال مراعاة يعني لكل الجانب البيئي بصفة عامة، ولما تكلم على الجانب البيئي والتنمية المستدامة ممكن ندخلوا فيها بزاف ديال الأمور. فكان بالطبع هذه الأمور ديال الانفيرونمون يعني البيئة، كذلك كاين الجانب الثقافي. فكما تعلمون في إطار هذا المشروع تم إنجاز يعني واحد حلقة وصل بين الميناء والمدينة من خلال إعادة ترميم الأسوار، وكذلك من خلال فتح بعض البنايات كالبنية الخاصة بابن بطوطة بالرحال الكبير ابن بطوطة. فهاد اللابيل هذا يعني هو مفخرة، ولكن في نفس الوقت هو واجب، فيلزم يعني نبذل جهد أكثر من الحفاظ عليه، وكذلك من الأمور يعني السير إلى الأمام فهاد المنظومة ديال البيئية المتقدمة اللي كنشدوها هنا في ميناء طنجة المدينة. مرة كيترفع يعني اللواء الأزرق في طنجة، وهذا اعتراف، وكذلك في نفس الوقت هو واجب ومسؤوليه للمستقبل باش نزيدوا للامام في هاد في هاد في هاد المنظومه يعني البيئيه والحفاظ على البيئه والانفتاح على المجتمع والانحتاف على المدينه من اجل يعني واحد تقدم يعني مندمج ديال المارينا وكذلك مع المدينه ديال مدينه طنجه. طبيعه الحال كيف حضرتوا معنا اليوم كان الرفع ديال ثلاث الوي ازرقاء على مستوى مدينه طنجه، اثنان بشاطئ بقاسم واشقار، ولكن الجديد هذه السنه هو اللواء الازرق على مستوى ميناء طنجه الترفيهي. بطبيعه الحال هاد رفع هذه الالويه ما جاتش من فراغ، جات في اطار المجهودات التنمويه اللي كتعرفها مدينه طنجه واللي عطى الانطلاقه ديالها صاحب الجلاله نصره الله على جميع المحاور اللي كتهم البيئه، ما يخص الماء والهواء، المحافظه كذلك على المحيط والموروث الطبيعي في البحر. كنغتنم هذه الفرصه باش نعطي واحد الميساج للناس ديال طنجه اللي معهود فيهم محافظه على البيئه باش يتعاملوا مع هذه الالوية الزرقاء فيما يخص محافظه على البيئه والمساحات الخضراء، وان شاء الله مازال نرفعوا الوي اخرى بالنسبه لشواطئ اخرى ان شاء الله. بطبيعه الحال كان ناكد لكم بان الشاطئ البلدي لمدينه طنجه هو صالح للسباحه تبعا لاخر التحاليل اللي انجزها المختبر الوطني اللي تابع للوزاره ديال البيئه، واللي كانت نتائج ديال التحليل ديالو 7/6 من هذا الشهر من شهر الفارط.